ومعنا للحديث أكثر عن تفاصيل وأسباب ارتفاع أسعار الخضار خلال الساعات الماضية عضو المجلس الزراعي الأعلى المهندس صالح الياسين. أهلا بك أستاذ صالح. في البداية حتى نفهم أكثر سبب ارتفاع العديد من المنتجات الزراعية، بكم باع اليوم المزارع مثلا من الأغوار صندوق البندورة، وبكم وصلت إلى السوق المركزي، ثم بكم انباعت في الأسواق التجارية؟ اولا مساء الخير لك وللاخوه المشاهدين. طبعا احنا حتى نفهم هذا الموضوع بطريقه صحيحه لازم نتحدث في ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي من بدايه انتاج الموسم الزراعي في الاغوار ولغايه يوم 13/3 يوم الكارثه الكبرى في الغور. من بدايه الموسم الى غايه 13/3/2020 اسعار الخضار كانت في الحضيض. سعر كيلو البندورة كان من 10 إلى 15 قرش، البطاطا لا يتجاوز 20 قرش، الكوسة والباذنجان وكل هاي الأصناف كانت أسعارها بحدود 20 وأقل من 20. نتحدث عن كارثة حدثت يوم 13/3/2020 وهي أدت إلى تكسير ما يزيد عن 30 ألف بيت بلاستيكي في الأغوار، وبالتالي في عندك 40 ألف بيت تاني كمان شرحات البلاستيك طاروا عنهم. نعم، ولكن أستاذ صالح، نعم أستاذ صالح، لو سمحت اسمح لي بس أريد أن أفهم منك أكثر حتى يفهم أكثر المواطن. اليوم الأخبار تحدثت عن توريد العديد من الكميات وكميات أكبر بطبيعة الحال من المعتادة إلى الأسواق، وبالتالي لازال هناك ارتفاع أسعار. لماذا ارتفاع الأسعار؟ ذا ليس بسبب نقص الكمية، وارتفاع الأسعار ليس بسبب أن المزارع رفع الأسعار. إذا في بالامكان في عندكم فواتير تقدر يعني توجهها للمشاهد، انه اليوم كل البندورة انباع في السوق المركزي في الاسواق المركزيه بمعدل 30 قرش ل 32 قرش ماكسيموم 35 قرش لكيلو البندوره، وهذا السعر مثبت اليوم. نعم، واذا بتشوفي اسعار مثلا مواد ثانيه للبطاطا 40 ل 45 قرش للكيلو، سعر الفول لا يتجاوز 3 قروش اليوم في السوق المركزي. كان الخيار بسبب الظروف اللي صارت وكميات الخيار المزروعه اليوم سعر الكيلو انباع في السوق المركزي ب 65 قرش. بالتالي المزارع هو ورد امكانياته الكامله، والمزارع هو جزء من هذا الوطن وجزء من هذا الناس اللي هي تشعر مع المواطن، وبالتالي ما في اي استغلال لهذا الموضوع من قبل المزارع. نعم صحيح، ولكن سيدي اسمح لي كلامك جميل جدا، ولكن اليوم انت تتحدث عن ربع دينار ل 30 قرش سعر كيلو البندوره باعها المزارع. المواطن اشترى في بعض المناطق كيلو البندوره بدينار، ونحن نريد ان نعرف اين مكمن الخلل، من الذي رفع الاسعار على المواطنين اليوم؟ مكمن الخلل هناك في اعتقد كميات كبيره انشرت وتخزنت، وهذا بالتالي يؤدي إلى شح في المواد. المواطن اشترى فوق طاقته وفوق حاجته، وبالتالي زاد الطلب، حتى هو لأنه بسبب الظروف اللي احنا نعيش فيها الآن الناس بتفكر أنه منع تجول وحظر تجول، فبالتالي اللي كان يشتري كيلو صار يشتري 10 كيلو، وبالتالي هذا الطلب أدى إلى أنه بعض التجار قد يكون استغل هذا الموقف وباع بأسعار عالية. نعم، أما في السوق المركزي إذن في المحصلة هناك ارتفاع للأسعار لمعظم منتجات الخضار والفاكهة اليومية. تفضل. أوضح شغلة لو سمحتي، إنه الارتفاع الأسعار ليس من قبل المزارع، المزارع هو أول من يضحي وآخر من يستفيد للعلم، يعني لأن الكلف اللي هو بيبيع فيها قاعد تتعدى الأسعار اللي الحكومة وضعتها يعني حتى، وبالتالي إحنا يعني كمزارعين نشعر مع هذا الوطن ونحس بوجع الناس وهموم الناس، وبالتالي لا يوجد اي طرف يقدر يستغل هذا الموضوع نهائيا. والفواتير عندكم يمكن تقدر تعرضوها وتشوف كيف يعني الاسعار اللي انباع فيها اليوم. نعم، واليوم ايضا هناك كان اعلان عن سقوف سعريه للعديد من المنتجات الموجوده والبضائع في الاسواق بطبيعه الحال. هذه السقوف السعريه هل من الممكن ان تخفض الارتفاع الذي حصل على اسعار الفاكهه والخضروات؟ وايضا هل هناك اي اجراءات اخرى رسميه نتحدث من الممكن ان يتم اتخاذها لتخفيف هذا الارتفاع والتخفيف من الاعباء على المواطن؟ على بالتاكيد انه هي الاجراءات اللي اتخذت او صار السقف السعري اللي وضعته الحكومه الان، يعني هذا بتكون في التزام فيه من قبل الموزعين او التجار اللي بيوزعوا على المستهلكين. يعني انت بتحكي على تاجر الجمله اللي هو السوق المركزي، وبالتالي تحكي على اسواق اللي هو المفرد اللي هو سوق
اللي هي الشعبيه والاسواق اللي بتبيع الخضار في المناطق، هذا بده رقابه من قبل وزاره التموين او وزاره الصناعه والتجاره، وبالتالي راح تنضبط الاسعار بهذا الشكل. المزارع على يعني السعر اللي وضعته الحكومه، انا كنت بتمنى انا بنفس الوقت بتحط الحد الادنى للسعر اللي لازم تباع فيه. يعني انت حطيت سقف اعلى، بس ما حطيت سقف ادنى تحمي المنتج، انت حميت المستهلك بس بالمقابل انت ما حميت المنتج اللي هو الاساس. هذا المنتج وصلت الفكره. عضو المجلس الزراعي الاعلى المهندس صالح الياسين، شكرا جزيلا لك.